مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة حول غزة، وميلادينوف يدين التصعيد غير المقبول في القطاع. وزير الخارجية التركي يعلن التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن إدارة مدينة منبج السورية. رئيس مجلس النواب يدعو المجلس للانعقاد السبت المقبل لأداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية. جولة إخبارية جديدة من أونلايف، أهلا بحضراتكم. أدان المبعوث الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف ما وصفه بالتصعيد الخطير وغير المقبول في قطاع غزة، وذلك على خلفية القصف المتبادل بين حركة حماس والاحتلال الثلاثاء الماضي. جاء ذلك خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في غزة. دعوة المجتمع الدولي بالاشتراك معي و بإدانة هذه الهجمات والتصعيد الخطير في غزة غير المقبول على الإطلاق. هذا التصعيد يأتي بعد عدد من التحذيرات التي أطلقتها الأمم المتحدة في سياق التطورات الراهنة ميدانيا، ولا يمكن أن نفصلها عن السياق الذي شهدته منطقة غزة خلال الشهرين الماضيين من مظاهرات التي أدت بحيث 110 فلسطيني وأسقطت الكثير من الجرحى. وأشاد ميلادينوف بجهود مصر الساعية للتهدئة في غزة، كما دعا كل الأطراف لإعلاء التفاهمات حقنا للدماء. وأرحب بجهود مصر لإحلال الهدوء، وأكرر الدعوة لكل الأطراف بإعلاء التفاهمات ومنع الجهل نحو مثل هذه الحالات التي تضع حياة الفلسطينيين والإسرائيليين على المحك. لا يمكن لأي شخص في غزة أن يتحمل حرب أخرى، وعلينا أن نعزز من فترة الهدوء تلك بأي كلفة كانت. لا يجب أن يكون لأي شخص الحق في أن يهدد حياة مليوني شخص يعيشون في جحيم منذ عقد مضى. وللمزيد من المتابعة معنا هاتفيا من نيويورك الأستاذ أحمد محارم الصحفي بالأمم المتحدة، أهلا بك معنا سيد أحمد على أون لايف. يعني ها هي جلسة طارئة أخرى لمجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، ما الجديد برأيك وكيف قرأت هذه الجلسة؟ الحقيقة هي مش الجلسة الأولى ولن تكون الأخيرة، صحيح. ولكن أمريكا المرة دي طلب الجلسة من كام يوم، كانت الكويت اللي طلب الجلسة وصفتها بتمثل المجموعة العربية في مجلس الأمن. جلسة النهاردة نظرا لأنه خلال شهر يعني أبريل اللي فات وخلال شهر مايو اللي احنا فيه، كمية الحوادث اللي حصلت ما بين الطرفين، الحقيقة واضح جدا أن في تحدي إسرائيلي لقرارات الأمم المتحدة والعالم بشكل مستفز، ولا سيما يمكن موضوع نقل القنصليه او نقل السفاره كمان ده أدج المساله على الارض وعلى الواقع. داني دانون سفير اسرائيل لدى الامم المتحده وهو مندوبها الدائم، الحقيقه هو وكيلي هيلي مندوبه امريكا، الاثنين بيكيلوا كلام قوي جدا، يعني الحقيقه بيثبت من العزيمه وبيقلل من مصداقيه مجلس الامن. ولكن النهارده الحقيقه الجلسه كان فيها نوع من الاصرار على انه لا يمكن ابدا يسمح للجانب الاسرائيلي انه يمارس هذا النوع من العنف، ويظل الجانب الفلسطيني، اولا انت بتلاحظ حضرتك المندوب الاسرائيلي بيقدم دايما كل المبررات وكل الاعذار على انه العنف بادئ من الجانب الفلسطيني، وان اللي حاصل المجتمع الدولي النهارده والمندوبين اللي بيمثلوا 15 دوله 10 متغيرين وخمسه دائمين، اصبح النهارده الواقع بيفرض نفسه ان لا يمكن في قوة وفي عنف وفي حقوق وفي دبلوماسية وفي حلول سياسية. إذا كانت إسرائيل هتستمر بالنهج ده فهي لازم يكال أيضا لها بمكيالين، إنهم زعلانين على إن أحد الصواريخ نزل على حضانة أطفال. طيب وال 110 شخص وال 2000 شخص اللي ماتوا وال 2000 شخص اللي اتعوروا وجرحوا؟ يعني الحقيقة النهاردة كانت الجلسة فيها نوع من إن المجتمع الدولي بدأ يقول ما ينفعش أبدا إن إسرائيل تمارس كل ما تمارسه دون اي نوع من الردع او العقاب. الحقيقه كمان موقفها الاسرائيلي المره دي شويه مختلف عن الاسبوع اللي فات، لانه صدر قرار من جنيف الاسبوع الماضي. هذا القرار
قوي جدا، لانه هيشكل لجنه خاصه للتحقيقات بانه اللي حصل في الاراضي يعني المستوطنات، ويعني قرار مجلس حقوق الانسان اللي صدر من جنيف بيتكلم عن انه مش بس ان القوه لازم يكون في حوار. اللي حصل امس 29 مايو كمان من تصاعد النشاطات العسكريه واللي حاصل في المستوطنات وبين الحدود، واضح جلسه اليوم اعتقد انها هتضع المجلس الامن امام مسؤولياته. مش ابدا هننتظر من كل جلسه كل الاطراف كل الدول بتقول بنطالب الطرفين بضبط النفس، لا، النهارده اعتقد ان كان في توجيه حاسم للجانب الاسرائيلي ان كفى عبثا بالمقررات الدوليه او المقدرات الدوليه. شكروا الناس الحقيقه مندوب اكثر من دوله موقف مصر المشرف خلال شهر رمضان فتح المعابر. مش معقول ابدا يكون كل هذا الهجوم وكل هذا التحدي من الجانب الاسرائيلي وتتحمل المنطقه ويتحمل العالم نتائج. او اعتقد كمان الجانب الامريكي حتى النهارده كمان من خلال الجلسه دي انه اللوم عليه بشكل مباشر او غير مباشر، لانه التبجح الاسرائيلي ناتج عن ان غطرستهم اللي متنوده بقوه ان دايما الفيتو بتاع امريكا معاهم. اتمنى ان خلال الجلسه اللي لسه شغاله وبعض المندوبين بيدوا بياناتهم ان يكون في قرار يعني شبه نقول انه في امل ان العالم كله يرضى، لان حرام اللي بيحصل في المسلمين ده، ولا يمكن ان تطرح المساله على المشاعر الجاد ينفذ رغباته ودون اي نوع من المحاسبه الدوليه. نعم، اشكرك جزيل الشكر من نيويورك الاستاذ احمد محارم الصحفي بالامم المتحده. أعلن وزير الخارجية التركي مالوت شاوج أغلو أن بلاده والولايات المتحدة الأمريكية توصلتا إلى تفاهم من ثلاث خطوات بشأن منطقة منبج شمال سوريا، يغادر بموجبه المسلحون هذه المنطقة. وأوضح أغلو أن الجدول الزمني لهذه الخطة قد يتم تحديده أثناء محادثاته مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن تلك الخطة يمكن أن تستكمل قبل نهاية الصيف في حالة التوصل لاتفاق بين الطرفين. طلب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف القوات غير السورية في منطقة خفض التصعيد على حدود سوريا الجنوبية مع إسرائيل بالانسحاب في أسرع وقت ممكن بهدف تعزيز الاستقرار، مؤكدا أن هناك اتفاقات حول خفض التصعيد جنوب غرب سوريا بين روسيا والولايات المتحدة والأردن، وأن إسرائيل لديها علم بمضمون هذه الاتفاقات. ويسيطر مقاتلو المعارضة على مساحات من جنوب غرب سوريا في المنطقة المتاخمة لهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، بينما يسيطر الجيش السوري وفصائل متحالفة معه على أراض قريبة. اعتبرت الرئاسة العراقية قرار البرلمان بشأن إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة في بعض المحافظات وإعادة الفرز يمثل مخالفة للدستور. وبحسب وسائل إعلام رسمية عراقية، فإن الرئاسة طلبت رأي المحكمة الاتحادية بشأن قراري مجلسي الوزراء والنواب حول الانتخابات. وكان مجلس النواب العراقي صوت الاثنين الماضي على إلغاء نتائج انتخابات الخارج والتصويت الخاص، إضافة إلى إلزام المفوضية بإعادة عملية العد والفرز يدويا. رفض رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي الدعوات إلى إلغاء نتيجة الانتخابات العامة الأخيرة. وفي مؤتمر صحفي دعا العبادي جميع الكتل السياسية لسلوك أو لسلك الطرق القانونية والدستورية في حال اعتراضهم على أي من نتائج أو مسارات العملية الانتخابية. نحن مع تدقيق كل الخروقات، النظر في كل الشكاوى، سيمكن احنا الطرف الاكثر تضررا من التجاوز في مسألة انتخابات. ولكن اقول العملية السياسية مهمة، لا يجوز ان ندخل في الفراغ. مجلس النواب امامه فقط 30 يوم او يمكن 33 يوم لانهاء مهمته، ويجب ان يبدأ مجلس النيابي الجديد. مع عدم وجود مجلس نيابي جديد راح تكون هناك فراغ دستوري في البلد.
وخلال جلسة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في العراق، طلب رئيس البعثة الأممية في العراق يان كوبيش مفوضية الانتخابات العراقية باتخاذ كل التدابير اللازمة للنظر في شكاوى المعترضين على نتائج الانتخابات والفصل في جميع الطاعون لتحقيق العدالة. نحن مستمرون في حث كافة الأطراف السياسية العراقية ومؤيديهم على التمسك بالسلام أثناء الفصل في الطعون الانتخابية من خلال القنوات القانونية القائمة، وأدعو مفوضية الانتخابات إلى الاستمرار في حماية سلامة كافة المواد والمعدات الانتخابية والتعاون الكامل والالتزام بقرارات الهيئة القضائية الانتخابية بما في ذلك التدابير الممكنة للمعالجة الفعالة للشكاوى التي قدمتها الأطراف المعنية في عدد من المواقع، ونحث جهات الإدارة الانتخابية المستقلة على الفصل في كافة الطعون على الوجه الصحيح وبشكل كامل وسريع لتمكين تصحيح المشكلات وتحقيق العدالة والتصديق على النتائج النهائية للانتخابات في الوقت المناسب. أحرزت المقاومة اليمنية المشتركة تقدما جديدا على جبهة الدريهمي جنوب مدينة الحديدة، باتت على بعد 6 كيلومترات فقط من المطار الدولي. وقالت مصادر ميدانية إن المواجهات امتدت إلى المناطق الزراعية التي تتحصن فيها ميليشيا الحوثي، تزامنا مع وصول تعزيزات للقوات المكلفة بتحرير مدينة الحديدة. وأضافت المصادر أن قوات المقاومة اليمنية تواصل تضييق الخناق على ما تبقى من عناصر الميليشيات في مديريات التحيتة وزبيد والجراحي، وسط فرار مسلحي الحوثي من مديريات الساحل الغربي المحررة بعد هزائمهم الساحقة. أكد المتحدث باسم المقاومة الوطنية في اليمن العقيد صادق الدويد، أكد أن تحرير مدينة الحديدة ومينائها من قبضة ميليشيات الحوثي يتم وفق خطة عسكرية محكمة. عملية تحرير مديريات الساحل بما فيها مدينة وميناء الحديدة يجري وفق خطة محكمة ومرنة تواكب التطورات على أرض الميدان. القوات المشتركة تعمل وفق انسجام وتناغم كامل فيما بينها ومعنويات مرتفعة عزز ذلك الانتصارات. الميليشيات الحوثية تعاني من فرار جماعي في صفوفها، انتفاضة شعبية وثقة منزوعة بينها وبين أبناء السهل التهامي. هذه الجولة مستمرة مع حضراتكم، نلقاكم بعد فاصل قصير، انتظرونا. أهلا بحضراتكم من جديد. دعا رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال المجلس للانعقاد في جلسة خاصة السبت المقبل، وذلك لأداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية عن مدة ولايته الثانية، وذلك عملا بحكم المادة 144 من الدستور والمادة 109 من اللائحة الداخلية للمجلس. وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس الوزراء شريف إسماعيل على عدد من القرارات، من أبرزها الموافقة على تمويل مشروعي إصلاح التعليم وتطوير شبكة الكهرباء. كما وافق المجلس على الاتفاق الإطاري لتصنيع الألواح الشمسية بطاقة 5 جيجاوات سنويا. من جانبه قال وزير الصحة أحمد عماد إنه سيتم التخلص نهائيا من فيروس سي بحلول عام 2022، مشيرا إلى أنه تم علاج نحو 1,900,000 مواطن حتى إبريل من هذا العام. نتكلم على برنامج الحكومة
للتخلص النهائي من فيروس سي في مصر. احنا عملنا ايه؟ احنا عالجنا حتى ابريل 2018، ودي اول مرة انا هقول هذا الرقم، عالجنا 1,880,000 مواطن. 1.9، خلينا نقول 1,900,000 حتى ابريل من هذا العام. من جانبه قال اللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربي خلال مؤتمر صحفي ان مشروع انتاج الواح الطاقة الشمسية سيحقق قيمة مضافة لمصر، ونستهدف تصدير الخلايا الشمسية لدول عربية وافريقية. العملية مش عملية خفض التكاليف، عملية ان انت يبقى عندك صناعة بالشكل ده في مصر، دي تمثل قيمة مضافة كبيرة جدا. وكمان طاقة الانتاج بتاعت المصنع مش بس لمصر، دي ان شاء الله احنا نستهدف ان احنا نصدر لدول العربية والافريقية. وانا اقدر اقول لحضرتك مفيش مصنع مماثل في المنطقة ينتج، يعني احنا لازم نفرق بين الخلايا الشمسية اللي بتستخدم لتوليد الكهرباء زي بنبان والكلام ده، دي بياخدوا خلايا وبيركبوها عشان يطلعوا كهرباء. المصنع ده بينتج الالواح دي، يعني مش هو مش بينتج كهرباء، بينتج الواح، وبالتالي هيساعد في استخدام هذه الالواح في مصر، وان شاء الله بنستهدف التصدير في المنطقه العربيه والافريقيه. من جانبه قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر إن الحكومة وافقت على قرض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قيمته 60 مليون دينار كويتي لإنشاء 3 محطات محولات بفائدة 2.5% تسدد على 4 سنوات. قرض ان شاء الله نسبة الفايدة فيه 2.5% في فترة سماح 4 سنوات في زمن سداد 26.5 سنة. لا ده طبعا الظروف بتاعه صندوق الانماء العربي لا يعني حاجة رائعة الحمد لله. المهم كمان هو داخل في ايه؟ داخل في انشاء يعني تمويل انشاء 3 محطات محولات جهد فائق 500 كيلو فولت. وانا بحاول دايما في الوقت الحالي ان احنا نقوي شبكتنا النقل، لان هي اللي هتقدر ترفع من مستوى كفاءة الخدمة وجودة الخدمة. أعلن وزير الآثار خالد العناني عن موافقة الحكومة لبدء اتخاذ الإجراءات القانونية لاختيار الشركات التي ستتولى إدارة وتشغيل الخدمات بمشروع المتحف الكبير، وأوضح في مؤتمر صحفي أن تكلفة مشروع المتحف المصري الكبير تصل إلى 20 مليار جنيه، مشيرا إلى عقد مؤتمر صحفي عالمي مطلع الشهر المقبل بقاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير لإتاحة البيانات والمعلومات اللازمة التقدم لإدارة وتشغيل الخدمات بمشروع المتحف الكبير. قال رئيس جهاز حماية المستهلك راضي عبد المعطي في لقاء مع أون لايف قال إن الجهاز سيتخذ إجراءات غير تقليدية لإشعار المواطن بأن الجهاز أنشئ من أجله، وذلك عبر رسائل توعية وتفاعل من الجهاز مع المواطنين على الأرض. بدأنا في إجراءات غير تقليدية عشان المواطن يشعر أن هناك جهاز أنشئ لصالحه، أنشئ لأجله. هيتم بس رسائل توعوية للمواطنين، يتم التنسيق مع كل الكيانات المعنية، إن هنعمل عمل مشترك مع الجامعات ومع المدارس، المساجد، الكنائس، الأوقاف، وزارة الثقافة، كلنا هنعمل تناغم لتوعية المواطن في كل محافظات مصر. وفي المقابل هنعمل الإجراءات الإدارية اللي تؤكد على وجود عناصر في المنظومة البشرية تقدر المواطن المصري، تتعامل معاه بفكر غير تقليدي، تتلقى شكواه، تعمل على حلها في إطار سهولة ويسر، تخطر المواطن بحل مشكلته تقديرا لقيمة المواطن المصري. عندنا أطلقنا موقع لتلقي مقترحات المواطنين عشان المواطن يقول لي هو عاوز ايه من جهاز حماية المستهلك، ازاي اقدم له الخدمة. ان شاء الله نستفيد من اراء المواطنين في اتخاذ اجراءات اكثر سهولة ويسر لتقديم الخدمة ليهم.
أقامت مؤسسة شباب القادة سحورها الرمضاني في أجواء رمضانية جمعت القائمين على المؤسسة والطلاب الذين تخطوا الاختبارات في الطريق لتأهيلهم وتدريبهم على برنامج القادة والدفع بهم في سوق العمل. نتابع. في عامها الثاني تقيم مؤسسة شباب القادة سحورها السنوي بحضور القائمين على المؤسسة وكوادرها الشبابية التي أهلت للدخول في سوق العمل. من سنة كنا في نفس المكان بنفكر اللي احنا عايزين نتواصل مع أكبر عدد ممكن من الشباب داخل الجامعات المصرية، فالحمد لله في خلال السنة اللي فاتت دي كلها تواصلنا مع 5 جامعات. في خلال ال5 جامعات دي التارجت بتاعنا كان 3000 طالب، بنحاول ان احنا نوصل ال 3000 طالب دول ل 1000 طالب ان هم يخشوا المقابلات الشخصيه معانا، بعد ما خلال المقابلات الشخصيه ان احنا نشوف مهارات الشباب ديت عن القياده ازاي ان الشخص دوت يقدر يكون ليه دور فعال داخل القطاع الحكومي وداخل القطاع الخاص. ويلف من المؤسسات الاهليه الناجحه جدا في تاهيل الشباب، وطبعا احنا كلمه شباب بالنسبه لنا كحاجه كبيره جدا، هي الكنز الحقيقي اللي بتمتلكه مصر، وان انت يبقى عندك قاده في الشباب اللي موجودين في مصر بالعدد الهائل ده طبعا تارجت او هدف لكل الدولة. المؤسسة تسعى من خلال هذا السحور لتقوية الروابط بينها وبين الطلاب من مختلف الجامعات الذين تخطوا الاختبارات للالتحاق بمراحل التدريب ورفع الكفاءات. انا شايف ان في مستقبل مضيء وربنا يكرم وتستمر التجربة، واحنا مصرين في جامعة عين شمس على انجاح هذه التجربة، لان انا لقيت الحقيقة ايجابية شديدة جدا من كل الشباب الموجودين في هذه المؤسسة المحترمة. بدرة الهايلة دي اللي هي بتحاول انها تنتقي من الشباب كل من هو عنده استعداد ان هو يكون في عوامل القيادة وفي كل العناصر اللي بتتوفر فيه للقيادة، ممكن يكون ينقصه بعض الأمور وإحنا اللي بنشتغل عليها، هو ده دورنا. فكرة نشأت منذ عام ووصلت لمراحلها النهائية بتأهيل الكوادر الشبابية للعمل وللالتحاق ببرنامج القادة الذي يهدف الاستفادة من إمكانياتهم في مجالات العمل المختلفة. أحمد فرج، أون لايف. عناوين هذه الجولة: مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة حول غزة وميلادينوف يدين التصعيد غير المقبول في القطاع. وزير الخارجية التركي يعلن التواصل اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن إدارة مدينة منبج السورية. رئيس مجلس النواب يدعو المجلس للانعقاد السبت المقبل لأداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية. شكرا لطيب متابعتكم، إلى اللقاء.